في حد مسلط عليا؟ لا والله. بس ما فيش داعي لتقريب المواجع، لو كنت عاوز اقلب عليك كل المواجع، امال انا جاي من اخر الدنيا ليه؟ منين حضرتك؟ في قصة حب وفي مداعبة، بس بما يرضي الله. ده انت هتعيط تاني. انت لسه بتحبها؟ أوي. لكن احنا كسكان البلدة ما تاخذنيش في التعبير. لا قول. لماذا؟ عم عبد الله وعم عبد القادر بالظبط، وعمتي او عمتك النخلة. عمتنا كلنا بقى النخلة هنا يقولوا عمتي. كل الناس اللي ليهم علاقة بالنخل مرتبطين يقولوا عمتنا. ده الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول اكرموا عمتكم النخلة. صحيح. وبعدين النخلة دي كلها فوائد، ما في حاجة في النخلة بتستلم. الأول بس نقدم لك العزاء في وفاة زوجتك. جزاك الله كل خير وربنا يجعل خطواتكم في الجنة. ربنا يرحمها إن شاء الله. وتوفت في أيام مباركة. والله. الله يرحمها. سلام. وكل يدعي وكل يدعي لها والله. استنى عمك عبد القادر هيقول حاجة. دي توبت لانتظار صلاة الفجر. سبحان الله. وما صلتش. يا سلام. قامت للسحور، جددت الوضوء. طب ده يعني الله يرحمها، طبعا الموت صعب. لا شك. لكن موتها كويسه. نتفائل بها خير ان شاء الله. لا هي يعني امارات السعاده موجوده عندها. بس اللي من يتحمل الاسى؟ الفراق وحش. صحيح. يعني حق لك 37 سنه عايشين مع بعض. انا جبتها 81. واحنا خدتها من هنا من الواحة؟ ايوه. بنت عمك ولا؟ لا. هي من قبيله وانا من قبيله. اتعرفت على اهلها وفي نصيب بقى. جت لي سنه 71 و 81. 81 واحنا دلوقتي فين؟ في 2018. 37 سنه مع بعض. ما فيش حد رفع صوته للثاني. يعني خطفها الموت. الله يرحمه احسن الله. سابت لك كم عيل بقى؟ ستة. أربع ذكور وبنتين، وما عنديش حاجة صغيرة يعني الحمد لله. كله اتجوز؟ لا لا، لسه عندي عبد الرحمن. يا دوب خلص الجيش. يعني خد دبلوم زراعة ودخل الجيش، خلص جيشه. ولادك كلهم عايشين معاك هنا؟ كلهم؟ كلهم. طب عال كويس. يبقى مش هتحس بحاجة. واخويا وولادك حتى؟ لا إله إلا الله. بس فراق مراتك بس وحش. العشرة 37 سنة. طبعا. وبعدين يا ريت إن في ذكريات وحشة. طب قول لي بقى، مراتك بقى كنت تاخد وتدي معاها ولا تتشاور معاها في الحاجات في البيت وكده؟ ابو الست السويدي قاعده من زاويه كده. الله يرحمها. هي يعني كتومه الحديث، كلامها قليل. بس انت تستشيرها في كل حاجه؟ انا بستشيرها بس ما الاقيش اللي يجاوبني. المشكله اني هي بكامل عقليتها وكامل تصرفها تمام والى خلافه، بس مثلا حنقول لها اني مثلا يا فلانه الامر كذا كذا، والله لو ند عليك اعمل تشوف اللي تشوفه. هي مش يعني حتى في طلبها، هي الحالات الشخصيه ما هيش لحوها في طلب حواجها. ما تطلبش؟ لا 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 لا، جبت حاجه اهلا بيك، ما جبتش زي بعض واللي في البيت تمشيه. انا عن نفسي يعني زي ما تقول فيا شيء من القسوة، بس في حقي مش كده. أقول لك ليه؟ ازاي انا متهم نفسي بالقسوة؟ مانيش لا دكتاتور ولا طاغية، بس في حقي يعني مثلا في حاجة عند الجيران. هي ما بتطلعش بدون مشاورة. يا فلان حوصل عند فلان. بس انا حوصل عند الأستاذ. انا مش عاوزها اني هتقول انا في طريقي بقى دخلت على مين؟ على بيت عم عبد الله. لا الكلام ده ما عنديش. هي شاورت لبيت واحد، يبقى المفروض انك اللي قالت عليه وانت وافقت عليه تروح له. غير كده مثلا الحمد لله المصروف عالي العال تمام. ولكن انا الاحفاد عندي بالنسبه للبنات هاجر ونهله وعمر، دول اولاد عبد انت العالم. اللي سميت هاجر ونهله ليه؟
ها؟ انت في حد مسلط عليها؟ لا والله. بس ما فيش داعي لتقليب المواجع، لو كنت عاوز تقلب عليك كل المواجع، امال انا جاي اخر من اخر الدنيا ليه؟ منين حضرتك؟ انا من القاهرة. منين؟ من القاهرة. منين يعني لا من انا مولود في الحلمية في القاهرة. حلمية؟ السيدة زينب. حلمية الزيتون؟ لا لا مش الزيتون، السيدة زينب وباب الخل. باب الخل؟ مسكي والحتت دي. لا المسكي في الحسين بقى. ما هو المسكي جنب باب الخل جنب السيدة زينب، دي أحياء ورا بعضها. على شارع بورسعيد يعني. ورا بورسعيد. الله أنت كنت رحت مصر ولا إيه؟ بتعمل إيه في مصر؟ بتعمل؟ كان زمان الله يرحمهم بقى كان لي أخت عايشة في عين شمس. عين شمس. شارع الزهراء بالتحديد. ولي معرفة كان في واحد مهندس الله يمسيه بالخير كان عايش كان الله يرحمه كان مات. اسمه محمد عبد السلام عبد العزيز شاهين 9 شارع مقام الموردي السيدة زينب. طيب جنبينا ده لازم يا ريت شارع الموردي. شارع الموردي ده انا كنت ساكن على نصيتي. رقم 9 تليفونات في القاهرة طبعا تغيرت. اكيد لان بينك كده ليك قصة في القاهرة. يا قصص ما تقول لي مين هاجر ونهلة دي؟ مين هم؟ انت كنت بتحب واحده سالفه باسمها كده؟ انت بتشم على ظهر ايدك؟ لا ما اعرفش حاجه، انا لسه جاي لكم النهارده، انا واصل النهارده. مخاوي شكلك كده شكلك اتلخبطت. اتلخبطت يا عبد القادر. مخاوي جن؟ يمكن يمكن. طب قول بقى. كل واحد بياخد نصيبه. صحيح. ربنا ما قسمش ان ايه خلان العيال يكون من ايه؟ من القاهره. من القاهره، والا في قصة حب وفي مدعبة بس بما يرضي الله. ده انت هتعيط تاني. انت لسه بتحبها؟ أوي. يا خبر أبيض. واللي يحبها ما يكرهش. ما اتجوزتهاش ليه يا عبد الهادي؟ ما فيش نصيب. ما فيش نصيب. الكلام ده سنة كام؟ في السبعينات. ودي تعرفها منين؟ ما أعرفها من مشاويري ال كنت بتعمل يعني شغل هناك في مصر؟ لا انا يعني بتحنجل على كان ساعتها الام موجوده والاخ موجود بتحنجل عليهم بزيارتي ايه؟ بزياره الاخت اللي عايشه في عين شمس بس زيارتي بالطول. انت في عينك؟ هي هاجر ولا نهله؟ لا هاجر. هاجر نهله اختها. يا سلام. أيوه. انت سميت ولادك باسم الست واختها. ايوه ايوه. وهي كان عندها كم سنه عبد الله؟ مين؟ هاجر يمكن أصغر مني بسنتين ثلاثة. أنا مواليد 50. أنا مواليد 12/8/1950. هي يا مواليد 52 أو 53 حاجة زي كده. وبعدين عندها صراحة صرمة. تخيل في يوم من الأيام في السبعينات بعد ما انقطع الوصال بيننا وأنا نازل من محطة الزيتون على شارع نصوح أخش على إيه؟ شارع سليم الأول. ألاقي واحد شاب قدام مني بيزق عربية وشايل إيه؟ طفلة صغيرة معاه. بعدين لقيت واحد بينده لي. إيه الحاجة الغريبة دي؟ السيوي ولابس عسكري وفي الزيتون وفي واحد ينده لي باسم الصريح كده. اتلفت لقيتها هي. ده زي ما قال حسين السيد بالظبط، التفت لقيتها هي حاجة مش معقولة هي. عبد الهادي ازيك يا فلانة؟ راحت ندهت على مين؟ على الشاب اللي بيزق العربية. علاء علاء تعالى علاء. ده صفته كان كذا 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 كذا. يا هاجر عيب عليكي. خلاص موال وانتهى وكل واحد ياخد. انت لسه بتحبها بعد السنين دي كلها؟ أنا قريب مفيش سنة. كانت صورتها معايا وقطعتها. تعرف قطعتها ليه؟ لا ما اعرفش. ما عرفني ازاي؟ في نصاص الليالي. احط صورتها. وحاجة اصحي. فعلا لا كفاية. هكمل لك قصتها هي. بعد ما نادت للراجل قالت لي ده جوزي. طيب يا هاجر ما فيش داعي تحكي. وده ابني بقى. وما فيش داعي تحكي له الماضي. قالت لي احنا غضبنا ربنا. ما فيش اكثر من ايدك جت في ايدي بس. وكل واحد ياخذنا. اخر كلمه سمعتها منها.
وانت وانت لما قطعت الصوره بطلت تفكر فيها؟ لحد ما يدخلوني قبري. ربنا يديك العمر. انت عارف قصه الحب دي طبعا؟ دي مشهوره في سيوه ولا ايه؟ لا لا يعني انت صاحبه؟ اصدقاء. متربيين مع بعض طول عمركم؟ انا اكبر منه سنا. بس هو غلبني في حته. المفروض ان احنا جايين نتكلم معاهم على الخوص. روحنا في حته بعيده قوي قوي. يعني قصه حب في سيوه ملتهبه. نرجع الى سياق الحديث. سيبنا ملتهبه. سيبنا من القصص دي. يا سيدي احنا شغلتنا كلها من النخله. طب بتطقص عليها؟ ما؟ بتطقص عليها؟ مش على النخله طبعا. لا لا على هاجر. برضه رجعنا. لا لا يعني انا قطعت كلامي. هي اخر كلمه سمعتها منها. قالت لي اتمنى لك السعاده وما ظنيش تبخلها عني. وانت تمنيتها لها. الله يكرمك يا ربنا يكرمك دنيا واخره. الله يكرمك. سلام. بعد كده ما شفناش بعض. صورتها محتفظه عني. ايه اللي خلاني؟ ما انت قطعتها بقى. ما قلت لك يعني يصح اني بنت ولا مرأة. لا لا. على ذمة راجل. من عيالك. على ذمة راجل. لا ما وانا اتجوزت وخلفت وبقيت. مع انه عمل كده 30 سنه خلاها في محافظته 30 سنه. بقول اي كلام على فكره يا عبد القادر. حطها في جيبه 30 سنه وبعدين بقى قطعها. المهم ايه اللي خلاني قطعتها؟ في نصاص الليالي الاقي نفسي صاحي اجيب صورتها واحطها جنبي. يا نهار ابيض، لو كان حد من احفادك دخل عليك وقال لك مين دي يا جدي كنت هتقول له ايه؟ كويس انك قطعت الصوره. ما دي المشكله. يلا. وبعدين المشكله الله الميت لا ترجع للرحمه. اولادي يعني انصاص متعلمين كلهم دبلومات. ممكن حيراعوا ظروفي او الظروف اللي انا عايش فيها. حكيت لحد منهم الحكايه دي؟ المشكله المشكله في غيره النساء. مراتك كانت عارفه؟ اخيرا. اخيرا اخيرا عرفت كل. اعترفت لها ولا عرفت من بره؟ لا 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 لا. منك انت. مني انا بيدي لا بيد عمرو. طب جدع. بيدي لا بيد عمرو. طيب سمعت بقى القصه الملتهبه. نخش بقى على عمك عبد الله بقى. الخوص ده بقى شغلانه مهمه في سيوه. دي بتدخل لاهالي سيوه دخل كويس؟ يعني صناعة كويسة؟ بتجيب فلوس كويسة في الآخر؟ ممكن أنوب عنه في الكلام. بتشتغل؟ ما هو ما تكلمش خالص بقى، نسمع بس منه أي حاجة. لا مؤاخذة. ربنا ما خلقناش بالكربون عشان نبقى لا كل واحد واحد. طب. ما يشكل نفسي إلا إبليس. الفصاحة وطلاقة اللسان عندي أكثر من عنده. صحيح. أيوه هو كده. طب احنا هسأله سؤالين بس. ماشي اتفضل. بقالك قد ايه بتشتغل الشغلة دي؟ ده بتاع 50 سنة. 50 سنة؟ وعن ابوك وعن جدك؟ جدك. بتعملوا ايه بقى؟ يعني بتعملوا ايه بقى؟ بتعملوا الحاجات دي؟ ايوه. عاملين ايه؟ اقعد فوش نتيزي. ده بيكلموا لغات. ايوه. انت بتشتمنا بقى في حاجة بقى؟ بتقول ايه؟ طب بتقول ايه؟ لا 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 لا. قلت له ايه؟ حمان زغبانية؟ روح اخدي فوش نتيزي يعني روح هات لي شوية من الخوص. هات شوية من الخوص. أنا افتكرتك عاجب لنا الشاي ولا حاجة. فين الشاي؟ قول ده على حد من العيال يعمل لنا شاي. وفي حاجة ساعة كمان؟ لا شاي لا. مش ساعة تاني. يلا. ساعة دي تشربها في حتة شمس. عبدالله. تعالى. اعمل لهم شاي. ده ابنك ده ولدك ده؟ زيك. ده الكبير بقى. وريني بقى وريني عم عبد الله وريني يعمل إيه. اسمك إيه؟ عبد الدايم. عبد الدايم، منور يا عبد الدايم، بتعمل ايه بقى؟ دفيرة طبعا. يلا وريني، اعملها طيب. وانت بتعملها كده بتفكر في ايه؟ وانت بتعملها بتفكر في ايه؟ بفكر في شغلي بس. بفكر في شغلي. بفكر في شغلي، اعمل دي ازاي واعمل دي ازاي بس. تعمل دي في قد ايه بقى؟ ياخدها يوم مثلا. تاخد لها يوم وتبيعها بكام؟ دلوقتي؟ يعني جاهزة كده؟ 50؟ 50 جنيه 50 في اليوم. كويس. لوحدك انت لعلمك. عايز اقول لك حاجه، الحاجات اللي زي دي ما تقدرش. عبد الله مش عارف يتكلم. عبد القادر هياكل الجو او كل الجو. الحاجه اللي زي دي ما تقدرش نتخصص يوم او يومين، لكن فوق الشغل النهارده جت في نفسي اني هعمل ايه؟ شويه ضفيره. ادري اهو. ده من الخوص برضه.
دي اسمها ضفيره، احنا بلهجتنا بنقول عليها ادري. ادري ادري ليه الامازيغيه ولا ليه شبه الامازيغيه؟ شبه مش كده؟ مش امازيغيه ما الامازيغيه راحت. الامازيغيه فين دي؟ منشقه من الامازيغيه. منشقه من بس في عندكم كلمات مش موجوده في الامازيغيه مش كده؟ زي ايه؟ معرفش انا بس دخلنا في العربي يعني. مثلا الامازيغي هيقول لك تفرارت. ما هي تفرارت بالعربي؟ المروحه. العربي بيقول لك طياره. هيبص لفوق هيلاقي مثلا طياره. طياره العربي. لا وانت تقول ايه؟ لا احنا بنقول دخل علينا ايه؟ اللغه العربيه. اللغه العربيه واللغه المصريه بالتحديد. لان عايز اقول لك حاجه بالاعتراف بالحقيقه. الارض دي مصريه 100% طبعا، وفرعونيه طبعا، والدليل على ذلك لا مش الاله بالامون كان هنا والقصه كلها هنا. اي قطعه اثار تطلع من الارض مدفونه من الاف السنين بتحمل طابع ايه؟ فرعون. لكن احنا كسكان البلده ما تاخذنيش في التعبير. لا اقول لماذا بس ده اقدم من التاني. يعني مثلا واحد جاي من هو يقصد لمامة يعني متنوعين، بس هو بلغته هو بيقول كده، مش لمامة يعني حاجة وحشة. بيقصد ان هم متنوعين يعني زي يعني جاي من هنا وجاي من يعني هنا يعني زي دلوقتي العمران الجديد. مفيش لمامة، مش لمامة التانية دي، لمامة بتاعت السيوة هنا. يعني ناس متفرقة زي العمران الجديد. يعني مثلا دلوقتي انا بس سألت واحد من الأساتذة فين؟ قال لي مدينة الإنتاج الإنتاج الإعلامي في أكتوبر. أنا ما حضرتهاش في أكتوبر. فين 6 أكتوبر؟ أنا آخر مرة فيك يا قاهرة. آخر مرة رحت إمتى؟ يا باي رحت روحت جبت شهادة الجيش. يا وأنا رديف. وأنت يا عبد الله برضه ما بتنزلش القاهرة؟ لا 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 من خالص. كل حاجة هنا نزلتها مرة في عمري كلها. وولادك معاك هنا؟ ما حدش قالك عايز امشي ولا حاجة؟ لا في الجيش طبعا. ما لا الجيش دي حاجة تانية. لا انما يرجعوا من الجيش يقعدوا هنا. او بيسافروا يشتغلوا برا؟ لا انتوا تقعدوا هنا. يعني اخر مرة فيك يا قاهرة اوائل الثمانينات. ما فكرتش تنزل كده كل سنتين ثلاثة تتفسح؟ انا سبت الكوبري اللي اسمه 6 اكتوبر كان مشدود. لا دلوقتي بقت حاجة تانية خالص. حاجة تانية زحمة. زحمة يا دنيا زحمة ولا عادش رحمة. يعني احنا مضطرين عشان احنا في التلفزيون بقت تحفة، بقت حلوة قوي عشان في التلفزيون بس. لما انا لو قلنا غير كده يا ريت تاخدنا معاك. يعني هتبقى مشكلة. يا ريت تاخدنا معاك. طب الشغلانة دي يا عبد الله يا سلام تنورنا. يا سلام والله تنورنا. الشغلانة دي على أسرة تخليها عايشة كويس؟ يعني الشغل يعني عليها يعني المدخول بتاعها، الدخول يعني الفلوس بتاعتها. تعيش الأسرة كويس؟ هتعيش. وولادك يشتغلوا معاك؟ مش كلهم بيشتغلوا، مش وحدك أنت تشتغل. لا وحدك هتعمل لها يعني تعمل لك مثلا في اليوم 50 جنيه. هتصرف كام في اليوم؟ مدخل يعني. لا ولا خد دلوقتي رح. المثل بيقول على قد الهبل مد رجليه. مد رجليه اللي واكل سندوتش طعمية بيقول أنا الحمد لله شبعت، كلنا شبعانين. واللي بيحط كيلو لحمة قدام منه بيشبع. أنا أكلت. وهكذا. يعني هو لكن الشغلانه دي بالذات شغله الليف والجريد وما ادراك، ما تقدرش انك تقول لي اني انا حنتج النهارده كذا. لا النهارده انا الغزاله سرحانه 100%. مزاجي رايق، يبقى هعمل مترين ثلاثه من الضفيره دي وارميهم هنا. وبعدين بعد ما يكون مثلا احنا بنقول باع 10 ابواع ده شغل حريمي بقى. ده مش شغلكم انتوا؟ لا لا شغل حريمي. دي وحده مكاييل من مكاييل سيوة القديمه. دي كده دي اسمها المرجون. دي كم وقه دي ولا كم كان؟ لا دي وحده لوحدها. دي زي ما بنسمي كيلو او بتاع او ايه كده. دي كده وحده وحده المكاييل في سيوة القديمه. بلح بقى بلح او زيتون. بيقول لك في دي يعني بدل ما يقول مثلا كيلو زيتون او كيلو مش عارف ايه. دي تبقى واحده يقول عايز 10. دي دي خمس او قصاد دي ياخد حاجه تانية. دي خمس سعان. خمس سعان. المكيال بقى احنا عندنا حاجه اسمها متشوك.
متشوك. طب ترجمه لي بس الاول واحده واحده. ترجمه يعني ايه متشوك؟ متشوك اللي هو واحد على 16 من الصاع. تمام. دي بتاخد 5 صاع. وبعدين عندك الربو. الربع يعني. ماشي ربع جاي منها. ربع الصاع. أربعة منه بصاع. وبعدين عندنا أقدح. يشيل 4/4. ما احنا عندنا القدح برضو ديت. القدح فيه كان عندنا الألمون يمكن زمان. وبعدين المرجونة بتاخد 5 صعان. يعني مثلا حديد. والصاع كم قدح؟ ما اعرفش انا دي. الكيلة طبعا عارفها بتاعت الفلاحين. طبعا. 8 قداح بكيلة عندكم. احنا بالصاع بتاعنا 3.5 منه بكيلة. ولسه ماشيين لغايه دلوقتي كده؟ لا خلاص. دلوقتي انقلبنا على الكيلو خلاص انتهى. البلح بينباع بالكيلو، الزيتون بينباع بالكيلو. طب قول لي بقى، ده بتجيبوه من النخل لما النخله تنشف ولا ده فروع بتقع؟ لا لا من فسايل النخل. النخل الصغير اللي احنا بنقوله فسيله ديت اللي هي يعني بدايه الطفله، جنين النخله يعني. ايوه النخله الصغننه. وبعدين احنا بنسموها ايه؟ اجزو. الفسايل أجزو يعني زي ما تقول عدة فسائل منطبقة على بعض. يعني مثلا دي النخلة. دي أولادها هم، أحفادها ولا أولادها طالعين. طالعين. يبقى النبي صورته الحتة ديت. صورته وبيقول لي حفاد النخلة ايه في حاجة على كبار. ادي المصلية. بس الوش التاني بقى دي ظهرها. هي كده ناعمة وحلوة. ايوه. ودي بقى دي بتبيعوه دي بقى كده. ده الصاع. ده برضه شغل الستات؟ ده شغل الستات. ده الربو. وانا الربو اللي هو الربع. ده الوزن. ده لو جبنا 4 منه يملوا دي. يملوا دي. واربعة من دي تملى دي. خمسة. ولا خمسة. خمسة من دي. خمسة صاع. ده الصاع. في حاجة اسمها متشوك أصغر من كده اللي هو ربع الربع ده. قلنا إيه؟ 1/16 من إيه؟ من الصاع. دلوقتي انتوا بتعملوها للاستعمال المنزلي كده، ما بقتش بقى الاستعمال ولا الاجانب. والله العظيم الاجنبي بيحافظ على التراث. احنا سيبنا تقاليدنا سبته، ما بقاش فيه كده. كان الاول يوم السبوع من الفرح العروس. اسبوع العروسه. لابد ان من جمار. لازم العريس ياكل جمار. لا مش العروس، مش الضيوف. الاضياف اللي يجوا لنا يذبحوا لهم نخله. مش لا مش وحدها يا ده ام العروسه بتجيب معاها كام يا ترى؟ كام يا ترى؟ كم من النسوان؟ 30 40 وحده، 50 وحده. كل وحده منهم تاخد شقه من الجمهور. بس سيبنا الحكايه دي، ما بقاش فيه كده. ما بقاش كده. كان في الاول احنا، ولو ان الكلمه دي مش عارف جايبها منين. قول بس. يوم السبوع بتاع الفرح بنقول عليه شماتة. ربنا ما يشمتك. يا رب ما يشمت فيك حد ابدا يا عبد القادر. بيقولوا عليه شماتة. بيجوا اهل العروس والجيرانها للزياره. زياره بنتهم. بعد اسبوع. بعد اسبوع ليلا. يقولها بالليل. ليه بقى؟ هي كده العاده. طيب وبعدين؟ حيقعدوا معاها ويسهروا معاها، يتقدم لهم ايه؟ الجمير ده، الجمار ده. الجمار. وكان زمان ايام ما كانت لسه يعني كل حاجه رخيصه. لابد من سوداني. وحمص اللي بنقول عليه قرشوه. انتوا عندكم بيتوزع في الموالد. ايوه الحمص الاصفر ده. والفاكهه يا ترى ثمره برتقاله ولا تفاحه ولا اللي موجود بقى حسب الموز. ولا صباعين موز. هو ده الاكل. كل واحده منهم تاخد كيسه وهي ماشيه. وهي ماشيه بالحاجات اللي زي غير اللي هتاكلها هنا. يعني الجمر ده بتاكله ولا بتديه لجوزها؟ هي حره بقى. مش مشكله. طيب لكن ويس. هنا في قعدتها اللي بيشرب شاي بيشرب شاي، اللي ما بيشربش شاي يشرب قهوه، واللي ما بيشربش قهوه فيه كاكاو. ده كل ده اتلغى. ده كله اتلغى. ومن عاداتنا وتقاليدنا العروسه الجديده لما تخش بيتي لو حصل لها حمل في اول شهورها يبقى الولاده عند امها. اول مولود تضعه فين؟ عند امها. عند امها. وبعدين يتغير الحال. ما فيش طلوع من البيت للعروسه الجديده الا يا مولود في بطنها يا بعد سنه. الا في الشديد الاول لو لا قدر الله ان ابوها مات ولا واحد. مش فاهم يعني تتجوز العروسه تقعد في بيتي ما فيش خروج ابدا، لا عزه
ولا هنا لغايه ما تخلف؟ لا افرض ما خلفتش بعد سنه. اه لو ربنا كتب لها الحمل والولاده مثلا في بحر 9 اشهر ولا في بحر سنه ماشي. غير كده تقعد سنه في البيت. بعد كده ها هتشاور مين؟ ام جوزها ان فلانه مثلا عيانه، فلانه جايه من الحج، فلانه تقعد سنه ما سنه ما بتطلعش تشكرك خالص. لكن دلوقتي لسه الحنة على ايديها وبتخرج وبتخرج الدنيا ثابت. وايه حكايه الغوله دي؟ لسه عندكم غوله ولا؟ لا خلاص اتلغت. لا الغوله هنحكي لكم بقى واحنا ماشيين في سيوه كده حكايه الغوله دي. الغوله دي يعني اللي جوزها بيموت. كلمه حق يريدها باطل ايام زمان. يعني شرعا لو مات الراجل. لا ما انا مش عايز احكي القصه، يعني حكايه في وقت تاني. بس لسه في غوله ولا ما بقاش فيه خلاص؟ في بس مش بتاع زمان. مش بتاع زمان. مش اللي بيحبسوها واللي بيعملوها. لا لا خلاص. انتوا زعلانين على عادات راحت زمان وعايزينها ترجع ولا التطور ده؟ في عادات يعني مثلا زي ايه مثلا؟ مثلا واحد كبير في السن مفيش فايده. عبد الله مش هتكلم. عبد القادر عبد الله مش هتكلم يعني مش هتكلم. لا المجال بس زي ما قلت لك اللي مخارج الفاظ ما هوش صحيح. طب بس خلينا هو يقول لنا على شويه عادات وبعدين نسمعك. قول يا عبد الله على شويه. انا بقول لكم كده عشان ادوكم في السن يعني ما فيش عم ولا بتاع. قول يا عبد الله. نعم قول يا عبد الله. نعم قول على عادات راحت وكنت تحب تبقى موجوده وعادات موجوده تحب انها ما تبقاش موجوده. العادات اللي يعني اختفت من حياتكم. عادات كثيره. لا اللي انت يعني حابب انها ترجع. هلا بجد خلاص خلاص. العادات اللي عاوزين ترجع زي زمان احترام الكبير. يعني لا انا بتكلم على العادات السيويه. طب احترام الكبير دي عاده عايزينها في كل حته. عادات سيويه هو دلوقتي في السيويين ما بيحترموش الكبير. لا يا كان زمان اللي اكبر منك سنا بتلقبوا لقب غير اسمه. عم وخال وكده. لا بتقول عليه احنا بلهجتنا احنا بنقول عليه بابا فلان. لكن دلوقتي حيفوت عليك واحد قطوط قد كده ايه حق ايه معلم. مفيش هبه. مفيش هبه. الدنيا فكت. ايام زمان طبعا انت عارف ان سيوة عندها عيون يا سلام كتير كتير رومانيه قديمه. ايام زمان لو رحنا عشان نستحموا في اي عين ولقينا واحد كبير في العين مفيش حد منا ينزل لحد ما يطلع كبير. لو يا يطلع حتى ننزل. نزلت وبعدين جه واحد كبير يلا يا اولاد اطلعوا. لكن دلوقتي حيغرقك حيضرب بالانس فوق منك. هذه العادات اللي ايه يا ريت ترجع. بس انت مش عايز يعني فكرتش تقول لحد من عيالك سافر اشتغل في حته متمسك بانك تقعد. واحنا بصدد العمليه دي قلت لهم يا شباب دلوقتي يعني بعملتنا احنا المصريه مثلا 1000 جنيه انت بتعدها اسمها 1000 جنيه. لو رحت عشان تقضي بيها اي مصلحه ما تسويش حاجه. الغلاء بيرتفع. يعني بالمناسبه انا بنيت بيت ورا البيت ده عشان متسع. انت دلوقتي سالتني وقلت لي الاولاد بيعيشوا معاك اعمل لهم بيت ثاني. طبعا ما عنديش مبلغ وقدره اني موجود تحت الوساده ولا في الخزنه ولا في البنك عشان اسحب منه واشيد البناء. شويه شويه. تعرف ايام ما بدانا في البنايه شكاره الاسمنت بكم؟ ب 17 جنيه. دلوقتي حصلت 60. شوف بقى الفرق. بالنسبه لقلتك العيال هيطلعوا انا مش هقول لهم اطلعوا. ولو واحد منهم فكر يطلع مش هقول له لا. بتسمع اغاني عبد القادر؟ في القديم. لازم انا بحب القديم. بتسمع مين؟ بسمع ام كلثوم، بسمع عبد الحليم حافظ. عبد الله بيضحك. بتضحك ليه يا عبد الله؟ بتسمع مين يا عبد الله؟ صوتك بتسمع مين يا عبد الله؟ وبعدين عايز اقول لك حاجه، لولا صوت المرأة والموسيقى في كلام يعني يتقال بالذهب. عند ام كلثوم بالذات مثلا رباعيات الخيام بتقول فيها ايه؟ قول لا تشغل البال بماضي الزمن ولا بآت العيش قبل الاوان واغنى من الحاضر الذاتي فليس في طبع الليالي الامان. فكان توالى الليل بعد وطالب الانجوم هذا المدار.
فامشي الهوينا ان هذا الصرى من اعين ساوات الحرام. يا سيدي يا سيدي شفتها انت لعندي ها؟ الله اكبر. طيب مثلا عبد الحليم حافظ وبيقول ايه عبد الحليم راخر؟ قارئة الفنجان مثلا. جلست والخوف بعينيها ما اصعب ان تهوى امرأة يا ولدي. أيوة. ليس لها عنوان. أيوة. في كوبليه بيقول ايه؟ سترجع يوما يا ولدي مهزوما مكسور الوجدان فحبيبة قلبك يا ولدي ليس لها أرض وستعرف بعد رحيل أيوة صح لأنك كنت تطار تخيط دخان فحبيبة قلبك فحبيبة قلبك يا ولدي ليس لها أرض أو وطن أو عنوان. بس كده حلوة. والشاي جي بقى هنشرب شاي مع بعض بقى. متشكرين يا جمعة.